السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة في حلقة فوازير جديدة من الموسم الثالث برعاية STC بلاي. شكراً 788 ألف مشترك، ما بقي شيء على 800 ألف. أتمنى نهاية السنة نبدل هذا بالذهبي. عزيزي المتابع، أنت كجيمر تقدر تستفيد من عروض رمضان اللي توصل إلى 50% على تطبيقات الألعاب من متجر التطبيقات. الدفع مباشر عن طريق فاتورتك أو رصيدك في STC. خذ لستة الألعاب يا وحش اللي فيها تخفيضات: لودو، ببجي موبايل، موبايل ليجنز، برول ستارز، رايز أوف إمبايرز، 8 بول بول، مارفل تشامبيونز، فيفا موبايل، أرينا أف فالر، وجواكر. بالإضافة عن طريق خدمة الدفع المباشر عن طريق فاتورتك أو رصيدك في STC تقدر تشترك بخدمات أخرى مثل منصات البث. تقدر تشوف كل التطبيقات اللي تدعم الدفع المباشر في الرابط اللي في الوصف في موقع STC دايركت بيلينج، أو ارسل إلى 900 كلمتين الدفع المباشر. وإذا ودك طبعا تسنع تشكيلتك بفيفا، متجر كونز العرب وكود B22، نخش على حلقتنا اليوم اللي الضيفين لأول مرة حيكونوا معانا في القناة. إن شاء الله تستمتعوا معانا، وفي أشياء خفيفة ضفتها أتمنى تعطوني رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة في حلقة مميزة من موسم فوازير الثالث لأول مرة في القناة. منورين شنك نورك ورايد. نورك يا بعد راسي والله نورك. يعطيكم ألف عافية على تلبية الدعوة. بعد قلبك الله يعافيكم. السيستم كذا على السريع، بسأل أسئلة، إذا كان في خيارات عادي تجاوبوا نفس الخيار، وإذا جاوبت صح حتزيد 500 ريال في رصيدك. جاوبت غلط انتوا الاثنين، صاحب السؤال اللي جبنا السؤال منه هيكسب جائزة. عندي سؤال. تفضل. أنا أذكر أن المتابعين أو الناس يأخذون جوائز بعد، صح؟ إذا ما جبت، إذا أنتوا الاثنين خسرتوا ما جبتوا الجواب، المتابع إيه؟ حياخذ جائزة. أوكي. هذه يعني أسئلة. كان التحدي بينه وبين المتابع إن إحنا نجاوب على سؤاله. تقريباً إيه. وفي الأخير حيكون في أسئلة من تطبيق STC بلاي، إذا ما جاوبتوه هو حيفوز بالجائزة الكبرى، أو إذا وصلنا لآخر سؤال برضو حيفوز. هنخلص الأسئلة، كل واحد حيكون عنده رصيد، هنخش على فقرة اللعبة. في ثلاث ألعاب، اختاروا واحدة منها واللي حيفوز هيحتفظ برصيده. حلوين؟ ممتاز. في فقرة جديدة. قبل فقرة بس قبل رايد. اتفقنا اتفاق، الغش ما فيه، رقم واحد. أول شيء يا أحمد أنت اللي تبث. طيب خل البث على جنب. متابعينك اللي معاك. والله ما أغش من البث، لكن تفتح جوالك عشان ما حد يناظرك وتطالع حركاتك اللي تسويها في البث. كل شيء شايفينه احنا. لا والله لا والله لا والله يا أحمد، أول شيء قول والله. اعرف إن المال بيكون حرام عليك إن دخل في جيبك. أنا أدري أدري بس أحلف قول والله العظيم إني ما شفتك. والله إني ما أغش. وإني لقمك قالها رب العباد. إيه أسأل كورة أنا ما أبي لأن ما أعرف. ما في ما عليك. يا ولد دقيقة أبو عمر جيب لي شنق معاي تستهبل. أنا قلت منه فور. والله بيركب. مالك الحمد لله هذا حظي أنا. طبعا في فقرة جديدة أضفتها أقول لكم إياها فجأة وحتعرفوها. حلوين؟ خش على الأسئلة. روح روح. طيب أول سؤال سهل أنا أقولها تبع أعتقد. أو أسرع واحد يجاوب، أسرع واحد يجاوب. إيه لو جاوبتها صح من البداية عادي، وفي أسئلة أقول لك مثلا عندك خيارين مرتين إجابتين، في أسئلة فيها خيارات عادي تفكر فيها. السؤال الأول وفي خيارات بس إذا سبقت عادي. ما هو معنى لوس أنجلس؟ لوس أنجلس يعني لوس سكريم. نعطيكم الخيارات احسن ليك يا طارق. الخيارات ايش راس وايد رايد لوس انجلوس مو بانجلوس انجلوس هذه من عندنا بس اسلم. لوس انجلوس هي مدينه الكنوز الملائكه الحدائق الحدائق الكنوز الملائكه الملائكه. جواب صحيح 500 ريال شون. يس يس الحمد لله. هبتها ولا تعرف الاجابه انت؟ لا لا اعرف ان فيها ملائكه بس ناسي بالضبط. 1-0 سجل لي 1-0 اغنيه. انا احسب انه اغنيه قلت الكنوز. 1-0 500. طيب اسمع ابو عمر كم واحد يقدر يغلط مره عشان نعرف؟ في بعض الاسئله هقول لك عندك خيارين اجابتين، وفي بعض الاسئله خاص مفتوح. ممتاز 1-0 ها 500 0 يا اخي انت غني يا احمد ابي شوي. مالي مالي يجيك الخير ان شاء الله. يلا يلا السؤال اللي بعده المفروض انتوا الاثنين تعرفوا. يعني متى انشئت قناه باور في اليوتيوب؟ 2018. ها 2019 18 شيء على القناه ولا هذا غلطان ولا لا متى انشئت قناه؟ يوم لا لا سنه لحظه ان شاء الله انه مو غلط. صاحب السؤال سعيد. اي بس اصبر 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 انشئت ما نزلت اول مقطع. انشئت انشئت 2013. اعطيكم الخيارات. ايه 2010 2011 2012 2014 14. كلكم جواب نهائي ترى عادي تزيدوا مع بعض. ايه 14 14 كله يثبت. ايوه اكيد ما حد بيغير. ايه خلاص كله بيثبت يعني. ايوه نهائي. الف مبروك. ايه تكفى لصاحب السؤال. الله ياخذ ابليسك.
كم؟ لحظة تأسست يا أخي، كم تأسست؟ اشترنا 2012 تأسست قناة باور. إن شاء الله إنه سعيد صح يا ربي أكيد. يا رب إنه يطلع غلط. يعني يطلع غلط. تقدر تشيك ذحين عادي. أنا بشيك كلام. والله وكذا كذا أصلاً بسحب له جاي زي يستاهل. إذا جبتوها صح 14 تزيدوا معه. ألف مبروك فزت معنا يا حبيبنا. $50 ستور تستاهل يا سعيد. اي والله 2012 شهر 2 حلو حلو حلو. ماني ماني انا حسيت متى بدينا ننزل في اليوتيوب. اي لا اوكي 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 يلا مو مشكله. المبروك يا سعيد. نروح السؤال اللي بعده. في اي عام تم اصدار لعبه امونج اس؟ وشو احمد بسرعه بدينا تنزيلها. خيارات نازله من زمان. نازله في خيارات، في اربع خيارات. خيارات عطنا. 18 19 20 21. 18 17 ما في 18 18 19 20 21. لا لا اكيد 18. انا اذكر يوم لعبت يا ابوي جاي كلمني باي شيء يا ابو احمد. انا لعبت يوم كان معي جوال ايفون 5. اجوبه نهائيه. ايفون ايش؟ 5 قديم 2018. 5 18 اوه والله اني مدري. جواب نهائي كلكم؟ انا جواب نهائي. 1000 ريال عند شونغو، 500 عند رايد. جواب صحيح الحمد لله. بس رايد يقلدني ابو عمر والله ما يصير. في اسئله ما فيها خيارات. في اسئله لا تحقود لا تحقود يا ابو قلب اسود اسكت. صح انا ماني خاسر. 100 ريال ما يبيني اخذها. والله في ثغره عنده يا رايد. يبديك تاخذ نفس اجاباتي كل شيء تزيد فلوسك. يلا السؤال اللي بعده ما في خيارات انا اوريك. عادي خذ زي خذ زي ما يا وصل ثلاثة توزع على الطاولة. طيب يلا السؤال هذا فيه خيارات وشبيه لسؤال لوس أنجلس. ما الاسم السابق لنيويورك فيه خيارات لا تسوي أمريكي أنت وياه. صادق والله ما أعرف. مودي فز. بروكلين، نيو جيرسي، نيو أمستردام، نيو إنجلند. أمستردام. هم عندهم مستشفى اللي قلته قبل الأخير شو اسمه؟ امستردام صح؟ بس لا رايد خيط امستردام اكيد. ايه انا اخذتها قبلك يا رب. ان لي 1000 لك 500. نيو وشو؟ نيو نيو انجلند. نيو انجلند ان نيويورك. نيويورك حلو صارت نيو. كانت نيو انجلند. نيو انجلند اكيد. جواب نهائي كلكم. نهائي جدا. التعادل 1000 1000. جواب صحيح نيو امستردام. ياس الله اكبر يا رجل. شوف اكثر عيني في بثي الحمد لله. إذا ألف هنا وألف رايد يهبد. والله رايد يهبد إجابات على أقسم بالله قاعد يهبد إجابات. توفيق من الله. توفيق من الله عز وجل. اللهم لك الحمد. السؤال هذا حيكون كل واحد له يعني سؤال مختلف بس نفس الشيء. سؤال لرايد. أكثر مقطع جاب مشاهدات في قناة شونغ الأساسية. والسؤال لشونغ. أكثر مقطع جاب مشاهدات في قناة رايد. في قناة رايد أكثر مقطع جاب مشاهدات البلوت. منزله قبل شهرين بالضبط جايب 1,400,000 مشاهدة. تعرف عنوان شيء؟ عدي البلوت. شونغ ورايد ضد سام ومقمقش. طيب ورايد. ما دا تغش أسألك بالله. أمنت والله ما غش يا أحمد. والله وات الله ما أغش. والله أعلم. فورتنايت. مين الخصوم بالله ثاني يا شونك؟ الخصوم سام ومقمقش. حلو بس أنا ما أدري هو كتبها بسام ومقمقش أو لا. لكنه بلوت والثمبنيل أنا لابس شماغ ورايد لابس شماغ وقدامنا لابس الهلال. أي ممتاز ممتاز. طيب ورايد أحمد يا أخي كثير أنت أحمد نادي. فورت ولا جراند؟ طيب انا عارف الاجابه. يلا احمد سهل لي فورت ولا جراند. ما هو فورت. يلا ها قل قسم بالله. قسم بالله مو بسكواد مجانين. في واحد مع احمد كان شو اسمه ذاك مجنون ذاك شو اسمه تلودي. اي يمكن هو احس ما ادري بس لا تلودي جديد. سكواد المجانين. سكواد المجانين جواب نهائي. اي نعم. وبرضه شونغ جواب نهائي. نعم. كلكم غلط. والله لا 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 طالب طالب انك توقف هنا. اقسم بالله اتحداك يا ابو عمر. المقطع الاعلى مشاهده عند رائد. رائد نويصر فيرسس شونغ مودي. تحدي فعلا فعلا. 2,100,000 مشاهده. كم 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 كم؟ 2,100,000. هذاك 1,400,000 يعني كل شيء صح. عندك بطل جايب 1,000,000. ايوه ايش دعوه. اما حق شونغ كان تحدي الزوايا الاربع. العنوان تحدي نجمع اسلحه الماب النادره في مكان واحد. الف مبروك. هذا جاب 10,000,000. يا القهر يا رايد. اقسم بالله اني حسبتها كذا يعني فاز فيها. جاب فاز فيها راعي السؤال. اي راعي السؤال نسحب له جائزه. الف مبروك فزت معانا. 20 ما راحت النقاط. تستاهل. اي صرح ابو شايع صرح ايش تقول اذا فاز رايد. لو فاز رايد في الجوله الجايه راح توزع النقاط لكم. تفضل نروح على السؤال اللي بعده. سؤال صعب شوي. يا رب حاجه ما فيها خيارات. تكفى فيها خيارات. يا الله بيصير في مقطع احمد امونج اس مود الاصوات. احمد قتل رائد. وين المكان اللي قتلوا فيه؟ في خيارات.
احمد ما خلى مكان، ما خلى مكان اللي يذبحني فيه بمنقص، ما في زاويه انا ذبحني. مستحيل اعرفني. طيب اوكي، وش الخيارات؟ ادمن الكتريك كافيتيريا ميد بي. اختار رايد. اي انا ذاك اليوم اقول بالاصوات اللي نسمع بعض. ايه احمد احمد لا تذبحني. ها 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 يا رايد خذها مني. طعني مع سري. اي اي بالالكتريك. بالالكتريك؟ اي نعم ذكرتها. وانا بعد باخذ بالالكتريك. انتوا الاثنين بالالكتريك جواب نهائي؟ ايه اكيد. ايه جواب تكفى غلط للاسف الشديد. الف مبروك لعبد الله. الله ياخذك يا رايد. اللي وين يا احمد؟ الجمهور اقتنوا، اقتنوا على حسنا. ما وراك الله. عادي دام الجمهور عادي، بس المشكله اني قاعد الحق انا. عادي الجمهور يستاهلون. ابي انا بعد شوي. ابي احمد ايش فيك؟ الف مبروك، بس معانا 250 الف كوينز. او اذا ودك تبدلها بستور نروح على السؤال اللي بعده. سؤال سهل، حرام ما تجيبوه. ما في خيارات، اللي حيسبق حيصير 1500. اوكي بس ممنوع التقليد. ما في تقليد اصلا، خلاص اللي حيسبق حياخذ السؤال. ما هي البلد التي في اولها الف لام نهايتها الف لام وفي النص ركن من اركان الاسلام؟ السنغال. وش دقيقه ما ادري. الف لام اخر الف لام. ايش اركان الاسلام؟ هي خمسه. الصيام، الصيام، مدينه الصيام. لا ما في الحنك دي ما يتكلمش. ألف لام ونهايتها ألف لام. الصومال. ما أنا الصومال. الصومال ياس. الله بلك الحمد. أنا قلت الصومال. أنا قلت الصومال يا. لا ما قلت الصومال. ما قلت الصومال. متى؟ أنا قلتها. يا أنا قلت الصومال. متى؟ لا أنا ما قلتها أحمد. ما سمعتها والله. لا ما قال. أيوة هو الحكم أحمد. يا أنا قلت الصومال ولا لا؟ لا والله قاعد تقول الصوم. أقول لك كملها. كملها. يا رب كم 500 عند رائد. وزعوا النقاط، وزعوا اي القهر. الحمد لله 1500 عند رائد و1000 عند شنق. ونروح السؤال اللي بعده. كلكم لعيبه بلوت صح؟ ايه. ما هي اصول لعبه البلوت؟ من اي بلد؟ هو ما حط خيارات بس يمديني اهبد خيارات انا. لا اصبر اصبر اصبر. بالعراق صح؟ يمكن ايام اللغه العربيه كان يقول سرا يا ابني. هلا مميدي صح؟ لا لا يعني مو بدي مرة. حلو. أنا أقول خيارات أحمد. أنا أحسها رايد. تركيا. أنت إيش تحسها رايد؟ أنا أحسها السعودية صدق. أنت تحسها لا. السعودية وأنت تحسها تركيا؟ إيه إحساس كذا مني. أعطيكم خيارات؟ أعطيكم خيارات. السعودية، تركيا، فرنسا، إسبانيا. إسبانيا إسبانيا. الشاي بالهوس دايما إسبانيين. إسبانيا. ثبت إجابة. يلا معك أحمد عشان أحبك. قسما بالله حرامي وتأخذ معاي. أحمد لو سمحت. حرامي أخذ معاي. والله حرام. لو سمحت يا احمد معليش والله ما اخليك وانا ولد مشروع. تفضل. انا اذكر قبل يوم رحت اسبانيا كنت العب معهم كيخ اكل بيتزا ونلعب. فرنسا فرنسا فرنسا. ولا ما ولا ما ولا ما احمد والله ما تروح على المستشفى. لا والله مو معي. لا والله والله ما تروح على المستشفى. ابو عمر تكفى. ابو عمر لا ابو عمر ما يقول ابو عمر فرنسا. قلت فرنسا ما يقلدني. اختار اسبانيا خلاص. لا احمد وين تقرا الشات وتروح؟ لا اقسم بالله اني ما قريت الشات. جبت انت جبتها؟ اقسم بالله العظيم ما قريت. ورب العز اني ما قريت الشات. جبتها من تلميح؟ ترى انا لا لا لكن النبي هو بالاشاره يفهمه. الحمد لله فرنسا. وانا مع فرنسا بعد. لا ايش تبي يا احمد؟ ايش تبي؟ لا 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 لو سمحت لو سمحت. انت يا احمد ترى اهم شيء اهزمه في اخر جيم. كل فلوس وهذه بتطيح. بالله اي شد تعبي ذا تعبي كل جماعة بيروح. اي ولو تخسر انتوا الاثنين تعبكم كلهم يروح مو بس تعب. كذاب. طيب يلا يلا تم 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 يلا. طيب اسمع لازم طيب رايد خذ كلكم فرنسا خلاص. رايد خذ اسبانيا عشان انت اذا هجت معاك يمديك تعوض. طيب مسوي حاجة ورقة المقص الخسران هو ياخذ فرنسا. انا 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 اخترتها قبلك. ليش اخسر واخذها ليش؟ والله عشانك المرة فرنسا معك. اجيب نهائية فرنسا؟ اي نعم اي نعم. كلكم؟ الحمد لله الخوي يا احمد. انت شلون احمد انت لقطتها مني صح؟ ايه لقطتها. ايه انت سويت صاحي صاحي مو قلت كيخ. يا ابو عمر ابو عمر انا اطالب والله بعدم التكرار في نفس الاجابه. ما في خيارات اجل. رايد ماسك سروالي بكل اجابه ما يجوز. انا سروالي بالصومال وبالعيال. الصومال انا قايل الصوم. لا 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 معلش.
سوى اللي بعده ما في خيارات، ما في عد حيمسك حد يسرع له حد ثاني. ما هو ثاني أطول نهر في العالم؟ أمازون. جواب صحيح. أمازون. النيل الأول، الثاني الأمازون، بعدين سينا أتوقع. أنت 2000 ذحين صح، و 1500 رائد كذا. إيه. السؤال اللي بعده حلو. السؤال اللي بعده. الحين 2001 دي نتائج هاي الطاولة. عيد السؤال. السؤال اللي بعده. طيب. أخليكم تتحدوا شوية ذحين في السؤال هذا. جيبوا ثلاثة دول، طبعا عندكم 30 ثانية. ثلاثة انا بكون معاه، اكون معاه. اي انتوا اثنين جيبوا الثلاثة دول هذه، جيبوا اعطيكم 30 ثانية. ثلاثة دول بدون نقط. الكلمة حكيت النقط. الصومال مصر نعم في ديرة اسمها نعم، اعرفها ديرة، ما في احد. دولة مصر ومصر والصومال. خمس ثواني. مصر والصومال والجزائر، أبها، تونس، يونس. انت الوقت يا ويلي يا القهر. أحمد ما تعرف تفكر انت. ألف مبروك لعمر، نسحب له جائزة، فزت معنا به 250 ألف كوين، وتقدر تستبدلها يا وحش بستور إذا ما تلعب فيفا. ونروح على السؤال. عمر بس مش السؤال يا عمر، الله يهديك. السؤال اللي بعده. نتيجة كم أبو عمر تكفى؟ 2000 1500. أنت 2000، رائد 1500. خلصنا من أسئلة تويتر، الحين هنخش على الفقرة الجديدة هذه. أتمنى يعني إذا عجبتكم تقولوا لنا في الكومنتات إن عجبتكم عشان نضيفها في السنة الجاية. هتتحدوا مع بعض الحين، هنشوف كيف الكيمستري بينكم، التناغم. حلوين؟ يلا. هسأل سؤال وهعدل، لا تجاوب على طول، وهعدل ثلاثة وانتوا هتجاوبوا جواب. إذا كانت الجواب متطابق تزيدوا 500 كلكم. قصدك نفس الكلمة يعني؟ نفس الكلمة. دور. تفرجوا مسلسلات؟ شوي. فريندز؟ إيه هذا منه. فريندز وشو؟ مسلسل فريندز. لا ما أعرفه. ما تشوفه؟ لا. تفرج. عندي فكرة. خلاص. يلا. جد كذا؟ إيه. السؤال كالتالي، هعد الثلاثة بعدها، بعد الثلاثة تجاوب. عضو من أعضاء باور غيركم. 1 2 3. مصر. يا حمار يقول غيرنا يا حمار. يقول غيرنا يا حمار. يقول غيرنا. قال ما سمعت. أحمد ما فهمت السؤال، أنت غبي. إي صح أنا غبي. يقول دقيقة، أنت إيش قلت؟ أنا ما أعرف إيش قلت ترى. أنا قلت أبو عمر، أنا أحسب برا باور. لا من باور. أنت إيش قلت يا رايد؟ أنا قلت نويصر. أجل كان ماشي صح يعني. لا 500 لأنه لازم يشبك معاك عشان تصير 500. إيه لازم نشبك على نفس اللاين. كمان واحد. أنا منحت عليك. يلا 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 مرة ثانية. يلا رايد إذا قال ثلاثة نجاوب ترى. ها. أكلة سعودية غير الكبسة. 1 2 3. مرقوق. لا كنت بقول كبسة يا أخي، حرام عليك. هذا الشيء الوحيد اللي ما بطلع. دقيقة يا أحمد، أنا وياك ناكل كبسة كثير. مرقوق ليش؟ لا تقلق ليش؟ يا براسي يا أخي. الجيمات إليش أم علي. نعطيكم فرصة أخيرة بما أنها أول مرة الفقرة هذه. أيوة تكفى أخيرة. لون كيس اندومي. أبيض. لا احمد نسيت والله معليش. يلا ثاني واحد ثاني. شركة شوكولاتة. 1 2 3. كتكاكس. اتوكس مين يا بارد؟ اتوكس وشو يا احمد؟ متى عمره شفنا توكس؟ ما تاكله يا احمد. احمد خيم مخ. واضح انه التناغم صفر، لكن والله صراحه انا استمتعت بالفقره والله، حلوه جديد. اخي جايبنا بحلوه احمد، لازم تاكل انت، انا عارف المرحله دي يا اخي. ما راح للبعيد لو جايبنا بالرز خلطات اكل طبخ. اوكي قلاطه. ما ناكل قلاطه، ناكل رز سناك رز صراحه. الفقره عجبتني بس يعني التناغم كان صفر فعوافي يعني. الحين حنخش على اسئله اس تي سي بلاي. عندكم ثلاثه اسئله، لو غلطوا في واحد هنسحب له الجائزة الكبرى في هذه الحلقة. السؤال الأول، خيارات. ما معنى المنامة؟ شركة عاصمة البحرين. هي عاصمة البحرين بس معناها في خيارات. أيوة بيمسك سروالي. لا مالك يا أحمد، أنا معك أخوك. الحشامة، البيجامة، البلاد القديم، اللجامة. لولا خيار الأول. الحشامة. أي نعم. قبل الأخيرة وش؟ البلاد القديم. واللي أخيرة؟ اللجامة. اللجامة أحسها تلجم المنامة. لا انا احس انه كذا هشم، عشان كذا انا قلت هشام. اختار احمد. البلد القديم. يرحمكم. كلكم اجوبه نهائيه. اي نعم. اي نعم. اصدمكم بالجواب. ايه
واحد البيجامة. منكم تكفى قلها. غلط، والثاني برضو غلط، والجواب هو البيجامة. ليه بيجامة؟ لا لا لا، وين وين بيجامة؟ وين ابو عمر؟ تكفى، وين تكفى؟ وش اللي بيجامة؟ شلون والله هذا هبد السؤال حسه. مع ان المنامة ثوب النوم. عشان كذا سموها بيجامة. صدق منطقي. اي والله منطقي. ألف مبروك يا فيصل حربي بالجائزة الكبرى اللي نسحب له اياها. ما فزنا بشيء يا ولد، ما فزنا بشيء. الله يكرمك. الحين انت كم؟ 2000 و1500. نسحب الجائزة الكبرى السريع لفيصل الحربي. عندك يا 4000 ريال يا بلاي ستيشن 5 يا ايفون 13. يا سلام. نسحب بسم الله. ألف مبروك، فزت معانا بي ايش؟ ايفون 13. ما شاء الله. على بركة تستاهل. تستاهل وحش، تستاهل وحش. والحين الفقرة الأخيرة اللي يا واحد منكم حيحافظ على فلوسه يا كلكم حتخسروا. في 3 ألعاب. أوكي. في 3 ألعاب ولكم الخيار تختاروها. طبعاً أنا هلعب معاكم. اللعبة الأولى اسم حيوان جماد نبات. أيوة. اللعبة الثانية هفكر في بالي في شخصية أنتوا تختاروها، يعني سواء كانت من الكورة، من المسلسلات، من اليوتيوبرز. أنا وأحمد دو. أنا وأحمد دو مع بعض. فهذه لا لا لا، مع كل واحد لحاله. يوتيوبرز، اي شيء من هذول هتختاروا. انا هاخذ شخصيه في بالي وعندكم 4 دقائق تسالوا اسئله ايوه او لا اللي انت تجيبوها. هذه ايزي. واخر لعبه اللي هي ووردل، ما ادري اذا لعبتوها. ووردل ما اعرف. خلاص اجل اول لعبه، لعبتين، اول لعبتين اختاروا منها. يلا يلا تم. نختار كلنا واحده صح؟ اختار واحده، اي لازم لعبه واحده. رايد، انا اقول نختار اللي يسأل قد جربناها في مقطع، تذكر يوم مع زياد اللي نقول احمد انا ما اعرف مشاهير كثير وانت تعرف، تبغى تفوز علي يا احمد؟ لا رايد حبيبي، الله يسعدك. عشان افهمك، هذه اللعبه عندك 4 دقائق مو 30 ثانيه، 4 دقائق تسال، يعني بتقول سناب، يوتيوب، تويتش، اسمه، جسمه، حجمه، شفت؟ تاخذ راحتك. طيب تاخذ يعني نختار بين نبات وجماد وبين هذه واحده بس. ايه احمد، نبات جماد حلوه. نبات جماد هو معرك فيها، بيفوز علينا، عارف كل الاسئله كامله، فانت تعطي مجال يفوز، فهمت؟ لا تعطي مجال يفوز، نبغى احنا نفوز، ناخذها رايد. ايه هل احمد معي ورا ضدي؟ بس احمد معك معك، يبي فلوس، عنده الفلوس يا انسان. اكيد انا فاهم، بس عشان كذا انا اقول لك احنا الان لو سمحنا انه يفوز راحت علينا، فتروح بارضه ليه؟ جيبها بارضك. صادق، انا ارضي النباتات، تعال بالنبات وجمال. لا يا رايد يا حمار. طبعا لو ما اتفقتوا ححطها في دوامه واسحب بينهم. رايد خلنا نتفق على يا احمد ذيك ترى بدوخ، انا تعرفني، تعرفني حتى مقطع اجي مخي جماد نبات. ما انت فايز، بيعرف كل الحروف، بيفوز عليك. ما يعرف يا ابوي، مو بحسن مني، مو بس هو لابس كاب، انا لابس بعد. يا رايد مو مقاس بالكاب يا غبي، هو السلسله هذه عنده من بدايه رمضان، يعني قد جو ناس اختاروا حرف الزاء. عطني بلد بحرف الزاء، يلا بلد بحرف الزاء. زيمبابوي. شفت قال زيمبابوي وانت قاعد تقول بتقول زرافه، في فرق، يفوز. دقيقة، زيمبابوي هذا صدق؟ هذه مدينة؟ أخذ لك. صعبة صعبة. خلنا على خلنا على الثاني. وين؟ هذا موجود بالكروية. دخل. وعرفها، كنسل خلاص، أبي حقتنا. عطنا حقتنا. تبغى إيش طيب؟ يوتيوبر. مو يوتيوبر، مشهور سوشيال ميديا. تمام. على بناء على التعليقات، في واحد علق صراحة فكرة أسطورية، بدل لاعب كورة بس اخترت مشهور في مخي، 4 دقائق حيسألوا أسئلة، إذا جابوه اللي حيجيبه حيحتفظ بالفلوس حقته. مين حيبدا سؤال؟ انا ببدا. احمد. 1 2 3. ذكر. ذكر. ايه. يوتيوبر. يعني لا لا لا. اوكي عندك رايد. بس سؤالين اسال، لو عادي اسال. انا اقول لك لا. طيب مشهور بقصص صح؟ ايه قصص. لا صح؟ مو حمدان، مو نايف. طيب حمدان. طيب اسمع، مشهور بالسناب. لا. طيب تيك توك. لا. طيب مشهور بام بي سي، يطلع على ام بي سي. لا. ممثل. ممثل هو. لا. مغني. لا. خلاص لا يا اخوي. دوري. طيب لاعب كوره. لا. مصارع. لا. كنت قريب. ستريمر. 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 لا كنت بعيد بس قربته بعدين بعدته. ستريمر هو. لا. انستغرام. لا هو انت عنده منصات هذه اتوقع، بس ما هو المشهور فيها. طيب هو مشهور يعني اهم شيء. اي هو شيخ مطوع. ما هو ما يعني عنده ديق ديق ملتحي، بس ما هو مطوع يعني، ما هو شيخ. طيب ما هو شيخ. محتوى اسلامي. لا. يلعب كوره. قلنا لا. لا حمار ما في اصلا. هل هو شخصيه كرتونيه؟ لا. طيب دقيقه، عمره فوق ال20 ولا تحت ال20؟ فوق ال20. ايوه. هل هو مازال الان ناشط في السوشيال ميديا؟ رايد اسال عن المنصات، نبغى نعرف المنصه سريع. طيب ما ادري وش المنصات، انستغرام لا، سناب لا، يقول عنده هذه كلها. طيب هل هو مشهور بالفلوقات؟ لا. وات
ذا؟ من هو هذا؟ يطلع بالتلفزيون؟ إيه. يطلع بالإذاعات، يطلع بالإذاعات. أتوقع. يطلع بالتلفزيون، يعني مو ممثل يطلع بالتلفزيون. هل هو هل هو مو إذاعات يطلع بالتلفزيون؟ معليش عشان لا. فوق الأربعين عمره، فوق الأربعين ولا تحت الأربعين؟ اسألني يا فوق الأربعين ولا؟ فوق الأربعين. أربعين بالضبط. هل هو هل هو هل هو يطلع مع يسوي مقابلات مع الناس؟ إيه. أحمد. أحمد أنا يسوي مقابلات مع الناس أحمد. باقي دقيقة ونص. هل هو عنده متابعين فوق المليون؟ نوقف نسوي بوز. اختار منصة. وقفت الوقت. منصة إيش؟ يسوي مقابلات أنا قلت لك. يسوي مقابلات. إيه. أي منصة قصدك فوق المليون؟ وقفت الوقت. أي منصة في اليوتيوب. مشكلة ما أقدر أجاوب. ما عنده قناة في اليوتيوب. لا. أوكي. نبدأ الوقت ثاني. أوكي نبدأ الوقت. طيب. هل هو يطلع برمضان؟ طالع في رمضان موجود. طيب هل هو رامز؟ لا. يطلع دقيقة بقنوات محافظة؟ لا أحدد القناة ما أدري. يعني يطلع على نفس دولة شو اسمه؟ مجد مدري إيش. لا. يعني لا ممتاز ممتاز جدا. هل هو يسوي أعمال خيرية وكذا؟ باقي دقيقة ما أعرف. هل هو يسوي ما تعرف؟ اي كمل سؤال ثاني. قول اسمه. هذه قول اسمه. قول. أحمد سكيري. لا مقابلات قلنا. يقول لك مطوع شو مقابلات. هل هو يسوي هل سبق سوى مقابلة مع أحمد بن سلمان؟ إيه. اسمه محمد اسمه محمد. لحظة اسمه محمد الدنفل. ستة دقايق ثانية. الدنفل الدنقل الدنفل. الدنفل الدنفل. لا. السنيفل. لا. العزام. لا. الديقل. لا ديقل انت مسدد. لا. 20 ثانية. سنيفي. دنيفر. أمسترنت. المديفر. جواب صحيح. اسمه الأول. محمد. محمد ناصر. أحمد. خالد. ديفر. خالد ديفر. سعيد. نواف. خالد. عبد الله. جواب صحيح. عبد الله. تو خلص الوقت. الحمد لله. عبد الله المديفر جواب صحيح. انا اللي قلت اللهم لك الحمد. يا عيال لا تسمعوا والله لا تسمعوا رب الكعبه يا رب المال سير حياتك. الف مبروك رائد. الف مبروك. الله يبارك في ايامك. تستاهل يا رائد تستاهل. هذا كله من سروالي اللي متعلق فيه من اليوم. يا ربي طلعت وديت. وزعوا النقاط الرائدة يا جماعة فاز. الحمد لله. ألف مبروك جواب صحيح عبد الله المديفر. وصلنا لك كذا أنت ب 1500. هلا. وين طلعت ذا؟ ليش؟ بعيد مرة. والله يا إني بحثت كثير. أربع دقائق كثير عشان. وأمسترنت هو ترى. أعطيني نسبة والله بحثت. جبت آخر شيء. ألف مبروك حبيبنا رائد. هارد لك. الله يبارك فيك. الله. ألف مبروك للي فازوا من تويتر. وهارد لك برضو للي جاء سؤالهم وجاوبوا عليه. ألف مبروك للي فاز من STC بلاي بالآيفون. ويعطيكم العافية على تلبية الدعوة صراحة جدا استمتعت بالحلقة. يعطيكم يا حبيبي والله استمتعنا كلنا ما قصرت يا الله يا أبو عمر. كذا كيف الفقرة الجديدة إيش رأيكم فيها اللي هي مرة رهيبة حقت الاسم مرة رهيبة حقت اللي أنتوا الاثنين جاوبوا معنا. واحد يقول كلمة. إي الحمد لله. بس أنا عندي تصريح. صرح. بما أن المايك لك. أدو حقي أبو شايع فوالله ما خليه. أبنتصف معاها الفلوس لي نص ولا نص. نعم الله وجهك ونعم. والله ونعم. وبما انه قال كذا ناخذ الجائزة الكبيرة مو 1500 2000 ونصفها يصير 1000 هنا و1000 هنا. والله ونعم. يستاهل والله يستاهل صفي والله العظيم. الحمد لله. الف مبروك. يعطيكم العافية. وبكذا يكون وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا على تلبية الدعوة مرة ثانية. ان شاء الله نشوفكم في الحلقات الجاية. مع السلامة. آمين. لا أنت حبيبي. سلام.